خمس حاجات هتخليك تغير شغل بالباركود. الباركود ساعدك في انك تختصر وقت كبير وتقلل اخطاء بشرية بتحصل كتير، بس مازال الباركود ليه عيوب تقدر تستغنى عنها. اولا الباركود بيخليك تروح لحد المنتج عشان تعرف تعمل له سكان، رغم انك لو طبقت RFID تكنولوجي هتقدر تعمل سكان لمنتجاتك من مسافات بعيدة ممكن توصل ل 15 متر. تاني حاجة، لما بتروح لحد منتجاتك عشان تعمل لها سكان بالباركود بتضطر تعمل سكان لمنتج منتج، رغم ان RFID تكنولوجي بتخليك تعمل سكان ل 50 منتج في الثانية الواحدة. تالت حاجة، نوع البيزنس بتاعك ممكن يحكم عليك ما تعرفش تستخدم الباركود، لكن RFID تكنولوجي كلها حلول مرنة تنفع مع اي بيزنس واي منتجات وفي اي حالة. رابع حاجة، لما بتستخدم الباركود بتضطر تطبع الكود في كل مرة مع كل المنتجات الجديدة، لكن مع RFID تكنولوجي انت ممكن تريوز التاج اكتر من مرة وبمنتهى الدقة. خامسا واخر حاجة، الباركود مازال بيحصل معاه اخطاء بشرية، لان اللي بيعمل سكان بالباركود ممكن ايده تتحرك بطريقة غلط او ما يركزش في النتيجة. على العكس تماما، الريدر بتاع RFID تكنولوجي ممكن يتعلق او يتربط في اي مكان امن ويقرأ كل المنتجات بدقة عالية جدا. لو عايز تعرف اي معلومات عن RFID تكنولوجي اتواصل معانا، واحنا هنقدم لك كل المعلومات والحلول اللي هتناسب مجال شغلك ونوع منتجاتك. RFID Egypt Multifunction.